السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين حياكم الله وبياكم على الود والحب، نلتقي في أيام شهر رمضان المبارك. شهر مبارك إن شاء الله علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي، في بداية هذه الحلقة نطرح موضوعا لطالما هو مثار للجدل عبر الأزمان: هل يمكن التقريب بين المذاهب في زماننا هذا؟ كيف ننظر للروايات التي يظهر منها التطرف؟ هل فعلا هناك من يكفر السنة من الشيعة؟ هل هناك من يكفر الشيعة من السنة؟ ما هي الأساليب الأمثل للتقريب ونبذ الطائفية والخلافات على المستويين، المستوى التنظيري والمستوى العملي؟ هذا ما سأبحثه هذه الحلقة بصحبة ضيفي سماحة الشيخ محمد حشوش من لبنان، رئيس مركز الإمام الخميني للدراسات. أرحب بكم أجمل الترحيب، وأرحب بضيفي سماحة الشيخ كذلك أجمل الترحيب. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا وسهلا، مبارك لنا ولكم شهر رمضان المبارك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب الشهر العظيم، رب شهر رمضان الذي كان أيامه ولياليه خير هدية لنا للعودة إلى أنفسنا وذواتنا. السلام على نبي الأمة وأهل بيته دعاة الوحدة والإنسانية. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته في هذه الليالي العظيمة وفي هذا الشهر العظيم. نعم، نتقدم لصاحب العصر والزمان بأغلى تحية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون تحت رايته في رمضان القادم، وهو رمز الوحدة الإسلامية. نعم، موضوع من المواضيع الهامة جدا، بل الحياتية، بل المصيرية، التي من خلالها نقرر مصيرنا، الوحدة الإسلامية. سوف نبحث هذا الموضوع إن شاء الله سماحة الشيخ بعد فاصل قصير. إذا نذهب وإياك والسادة المشاهدين إلى فاصل ونعود لنبحث هذا الموضوع. أحبتي فاصل ونعود، ابقوا معنا. أكرر الترحيب بكم أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا مرة أخرى نبدأ هذه الحلقة على بركة الله. أرحب بكم وأرحب بضيفي سماحة الشيخ محمد حشوش، حياك الله سماحة الشيخ. شيخنا بادئ ذي بدء، هل يمكن التقريب أم التقريب معدوم مع وجود روايات يظهر منها التكفير من كلا الطرفين؟ نعم، أولا عندما نتحدث عن الوحدة لابد أن ندرك أن للوحدة الكثير من المعايير في العالم الإسلامي، وهذه المعايير تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، إذا أردنا الوحدة على المنهج الذي كان من خلال الإجبار على مذهب الخليفة، وقد سطرت روايات كثيرة لذلك لإجبار الناس على اتباع الخليفة، أينما يكون الخليفة يجب أن يكون الناس. وهذه الوحدة التي عمت العالم الإسلامي في عهد بني أمية وبني العباس ومن جاء من بعدهم من ألوان الحكم المتنوعة، ولكن هذه الوحدة ليست وحدة حقيقية، هي وحدة تحت حد السيف، لذلك لا تبقى، لا تثمر. هذه الوحدة تنعكس انقساما وتشتتا بعد حين. ومن هنا نرى حتى في العصر العباسي أنك إذا خالفت الخليفة برأي معين ضمن جزء من أجزاء علم الكلام كان يقام عليك الحد. مثلا قضية قدم القرآن أو حداثة القرآن، هذه القضايا التي إن خالفت بها الخليفة تقتل. لذلك هل هذه الوحدة؟ نعم، هناك الكثير من روايات التي دسها هؤلاء لإجبار الناس على الانخراط تحت رايتهم. وأول من أكد على هذا النوع من الوحدة وأنها
إرادة الله أن يكون هذا الخليفة وأن تنصاع إليه ومعاوية بن أبي سفيان في هذا الميدان، ماشي الحال. هناك نوع آخر من الوحدة التلفيقية بين المذاهب، وهذه الوحدة التلفيقية بأن يلغي الجميع هويته، أن يلغي الجميع هويته وأن ينضوا تحت هوية واحدة، ولكنها غير واقعية، لا عمل، لا واقعية لها، لا نستطيع أن نترجمها على أرض الواقع. نعم، هناك أيضا النوع الثالث من الوحدة الذي نعم نحن نسعى إليه، هذه الوحدة السياسية مع حفظ الحريات الإقليمية والمذهبية. هذا إسلامنا كالبستان، فيه أزهار متنوعة، أشجار مثمرة، فلتكن، فليكن التنوع. الاختلاف شيء والخلاف شيء آخر، الخلاف في الأمة دليل نمو عقلي. سماحة الشيخ، عذرا على المقاطعة، أثرت في داخلي سؤال في المقدمة التي قدمتها قبل الفاصل، تحدثت أنه العام القادم إن شاء الله نكون مع الإمام صاحب العصر والزمان وهو رمز للوحدة، كيف يمكن أن يكون الإمام المهدي رمز للوحدة وهناك روايات تتحدث بأن الإمام المهدي سيقتل من يقتل أو يفعل ما يفعل بالمخالفين، حتى بعض الروايات تشير إلى أنه سيقتل حتى الأطفال الرضع. نعم، هذه الروايات التي جاءت من باب المغالين أحيانا، وأحيانا من باب الذين يريدون دس السم في العسل، هذه الروايات أكيد تحتاج إلى تحقيق وليست روايات ثابتة. أكيد نحن اليوم مش تحت عنوان تحقيق الروايات، نحن تحت عنوان أوسع أو عنوان الوحدة الإسلامية دون الخوض بتفاصيل هذه الروايات. ولكن أنا عندما قلت أن الإمام المهدي هو عنوان الوحدة، لأن الإمام المهدي عنوان متفق بين كل الفرق الإسلامية، بين كل الفرق الإسلامية. دعونا أن اتفاق بين كل الأطراف أن المهدي كما تقول الروايات أنه ابن الإمام الحسن، إن كان عند الأخوة من أهل السنة ومن أبناء الحسن المجتبى، وإن كان عند الشيعة هو ابن الحسن العسكري، ولكن بالنهاية بالنتيجة هو مخلص في آخر الزمان. من أهل البيت دعونا نتفق فتكون ساحة اتفاق أنه يقيم العدل، صحيح. نعم، الإمام المهدي يجري سيفه بالظالمين وليس بالرضع وليس بالأطفال. الإمام المهدي يخرج ليملأها عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، لا يخرج للإرهاب. نعم، الإمام المهدي عندما يشهر سيفه أمام العتاة، أمام المستكبرين، أما المستضعفين فكلهم ينصاعون تحت رايته لأنهم يرون فيه المخلص وبما يحمله من آيات ومن بينات واضحات على حجيته. أما الروايات التي تقول أن الإمام يخرج بسفك الدماء وأن الإمام هذه روايات دسها بنو العباس في عصور متقدمة ومتأخرة ليظهروا بعد أو ليبرروا لحكامهم وملوكهم القتل، ويبرروا التنكيل بالأعداء. إن كان إمامكم ينكل بهذه الطريقة، وإن كان المخلص ينكل بهذه الطريقة، من الطبيعي هذا الملك. سماحة الشيخ، كيف يمكن التقريب مع وجود روايات عند إخواننا السنة، روايات متطرفة ويظهر منها يعني عدم الوحدة ونفي الآخر وقطع الآخر وذبح الآخر، لا سيما الروايات القاسية في هذا المجال، متطرفة جدا في هذا المجال، أنه جئناكم بالذبح، إنما تحت أقيم الدين على رؤوس أظلة الرماح وما إلى ذلك. يا الله يا الله، أولا رواية جئناكم بالذبح، يعني هذا الشيء بالشيء يذكر. هذه الرواية عندما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها بالنسبة للأنعام، أن الإسلام جاء ليشرع ماذا؟ ذبح الأنعام. وهذه الرواية أخذت ودلست واستثمرت دلالاتها بطريق خاطئ. هذا مولانا الروايات في هذا الشأن.
جاء البعض للأسف، وهذه المنهجية بدأت من زمن الخوارج، هذه منهجية التكفير بدأت من زمن الخوارج، بدأ الذي معنا بعد لا يقتل، والذي يخالفنا يقتل. ماذا فعل الخوارج؟ أول من نص على التكفير في الأمة والقتل والتعذيب وإخراج الناس من مللهم وهتك الأعراض وهتك الدماء كان الخوارج، وما فعلوه من مجازر في الأمة الإسلامية مما يشيب له الرأس. نعم، هذا التكفير استمر، هذه المنهجية. ولكن السؤال الذي أطرحه، هل الأمة تكفيرية أم هناك أطراف في الأمة اتخذ شيخنا هذه الروايات موجودة في أمهات كتب أخواننا السنة، بحيث بمستوى أن لا يمكن أن تنكر يعني. صحيح، ولكن هذه الروايات تؤول، هذه الروايات لديهم تؤول، أؤولها كما أريد أنا وأؤولها على مصلحتي أنا. لذلك أنا اللي عم بسأل السؤال، هل الفرق الإسلامية السنية تكفيرية؟ هل الأخوة من الشافعية أو من الأحناف أو من الحنيفية أو من الموالك تكفيريين؟ لا، طيلة العصور كان الشيعة والسنة يعيشون ويتزاوجون ويتبادلون فيما بينهم، كانت مجتمعات متداخلة، مجتمعات واقعا بعيدا عن الغايات السياسية. أنا قلت أن أبرز من أدخل هذه الانشقاقات في الأمة، وأيضا أبرز من دس الروايات أو تلاعب بدلالاتها، هي الأنظمة الحاكمة، هي الأنظمة الحاكمة. يعني القضية مع الإمام الصادق عليه السلام الذي خرج آلاف العلماء في مدرسة تاريخية كلنا يعرفها جيدا، ماذا فعل بنو العباس؟ لقد سطروا الكثير من المؤامرات وخلقوا المدارس لضرب مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. سماحة الشيخ، قبل هذا لو تسمح، يعني مدرسة إخواننا السنة تعتبر فعل الصحابي حجة، فعل الصحابي حجة، جيد. ماذا فعل خالد بن الوليد بمالك بن نويرة؟ ماذا صنع به؟ قطع رأسه ووضعه تحت القدر وطه الطعام على رأس مالك وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزع على زوجته في نفس الليلة وهذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. هذا ممكن أن يكون مستند شرعي لكثير من الأفعال الداعشية والإرهابية التي نراها اليوم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا فعل الخليفة معه؟ هل رضي بهذا العمل؟ هل رضي الخليفة بهذا العمل؟ هل أيد هذا العمل أم اعتبروه أنه أخطأ؟ ما فعله خالد مولانا، وهذا ما نريد أن نقول، علينا أن ننقح هذه الروايات، أن ننظر إلى دلالاتها، أن نقف أمام مرآة الشريعة والعقل، أن ننظر إلى مصلحتنا، أن ننظر إلى حقيقة الإيمان وواقعية الإيمان، وأن ننظر إلى ماذا يريد الله منا بعيدا عن التعصب، إذا بقي التعصب نصوص بشكل مغلق. نعم، قد نقول أن التيار التكفيري سيتغلب على كل الأفكار. اليوم نحن اليوم في صراع بين الإسلام وبين التيار التكفيري، وليس بين الشيعة والسنة. علينا أن نقوم المصطلحات جيدا والعناوين، ونعلم بأي بوصلة نسير. الإمام الخميني أكد على هذا الموضوع، السيد القائد الخامنائي أكد على هذا الموضوع، أن المعركة ليس مع أهل السنة، أهل السنة إخواننا بالدين، نتعايش معهم ويتعايشون معنا، بيننا الكثير من القواسم المشتركة. المشكلة، كل المشكلة كما قلتم، في هؤلاء التكفيريين الذين يأخذون بعض الروايات ويعموا القلوب والأفئدة ويعموا الوجدان من خلالها. سماحة الشيخ، عفوا أنا يعني لو تسمح، أنا بخدمتكم. إذن أول ما يجب أن نفعله أن نفضح هؤلاء، أن نبين أكاذيبهم، أن نبين أنهم وتدليسهم الذي يقومون به،
أنه مصلحته إلى آن. انتبهوا، الدواعش موجودين أو موجودون عند هؤلاء من أهل السنة وعند الشيعة أيضا، الدواعش موجودون، الفكر التكفيري الإقصائي موجود. نحن ما علينا أن نفعله أن نحيد هؤلاء، أن نفضح هؤلاء، وأن نوسع القواسم المشتركة بين المسلمين. يعني عندما أعلن الإمام الخميني يوم القدس، أليست راية وحدة بين المسلمين؟ أليست راية وحدة بين المسلمين؟ عندما نرى كيف أن الكثير من الأخوة من أهل السنة يصعدون المنابر ويوجهون أصابع الاتهام والخيانة لهؤلاء التكفيريين الذين لا يعرفون سنيا ولا شيعيا، إذن الخط العام يجب أن نوجه هذه المعركة نحو التكفيري والعقلية التكفيرية. نعم، الفكر الداعشي، الفكر المنطلق من أنني أنا حق والبقية باطل، وكل من لا ينتمي إلي فهو كافر يقتل ويهتك وماله وعرضه حلال، هذا من أين جاء به؟ إذن المعركة يجب أن تتوجه على أكثر من صعيد، المعركة الفكرية مع الأسس التكفيرية من أين تنطلق؟ كيف يمتلك أو كيف يتلاعبون بالمتشابهات ليعمموها؟ كيف يضلون الأمة؟ هذا نحن واجباتنا بكل رحابة صدر سنة وشيعة، لأن التكفيري لا يعرف سني ولا شيعي، يقتل الجميع. كما سماحة الشيخ، عذرا على المقاطعة لو تسمح لي، أنا الآن عندما أتي إلى الواقع الداعشي أرى ما موجود، ما تصنعه داعش موجود تماما في الكتب والمصادر والأمهات من المصادر التي لا يمكن معها أن أغض نظر حقيقة. يعني عندما أتي إلى السبي أو أتي إلى قطع الرؤوس أو أتي إلى الذبح أو إلى آخره، هذه الأفعال التي لعلها كثير منها موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه كلها برمتها بجملتها موجودة في مصادر إخواننا السنة، وسأمر على المصادر الشيعية إن شاء الله في جزء من هذه الحلقة، لكن هذه الأفعال إنما مستمدة من تلك الكتب، فنحن يجب علينا أن نذهب إلى تلك الكتب ونرقحها أولا. فهل يمكن تنقيح هذه الكتب مع أنها صحاح سالم المسلمون أو تسالم المسلمون عليها على صحتها؟ نعم مولانا، هناك الكثير من التجارب والكثير من الحالات من أهل السنة الذين نقحوا هذه الكتب وعادوا إليها وبيّنوا الكثير من حقائقها. أول قضية أنت أشرت إليه، لابد من نقاش حر عاقل أساسه الاحترام المتبادل والتفهم المتبادل والاعتراف بالآخر. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى أمهات كتب السنة وأقول هذا كله باطل، لن يسمعني أحد، سواء يعتبرونني متدلس، سيعتبرونني صاحب فتنة وصاحب بدع. لا بد أن نناقش الأمور، دم المسلم على المسلم حرام مثلا، أن نناقش قواعد عامة. هذه القواعد يجب بعد أن نأتي إلى أهل الحكمة من أهل السنة ولا أهل المنطق من أهل السنة، وأن نجد معهم بؤر واسعة من هذا التفاهم لنكون كتلة اعتدالية تدعو إلى الوحدة. ولكن نقاش العلمي، النقاش لأهل الفكر والعلم والخاصة من الناس، نعم يجب أن يكون. عندنا تجارب كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، ليالي بشاور وغيرها من الكتب المحترمة التي كان فيها نقاش علمائي هادئ، لم يكن فيها لا تكفير، لا السني كفر الشيعي ولا الشيعي كفر السني، على الدليل والمحبة بيننا. وأنتم تعلمون أن الكثير من مراجعنا من علمائنا كالمقدس الهندي كان يفتي لأهل المذاهب بمذاهبهم، هذا كان ديدننا. يعني بعد مولانا إيه إذا أردنا أن نعتمد طريق العودة إلى صحاح المسلمين والإشارة إلى ما فيها من روايات قد استثمرها البعض، من نلتفت، ليست كل الروايات باطلة، بعضهم استثمرها، كرواية جئناكم بالذبح
كرواية كيت وكيت وكيت، كثير من الروايات استثمرها البعض استثمارا خاطئا. هن يجب أن يؤدي العلماء دورهم من كلا الطرفين. سماحة الشيخ، وهناك دقيقة، أنا أتحدث بواقعية كبيرة جدا، أرجو أن تكون أن تتماشى معي بواقعية هذه، ويعني شوي طول بالك وياي بالتعبير العراقي. بخدمتك. نحن نتحدث مثلا عن حادثة مالك بن نويرة، وقلت أنه صحابي، وخالد بن الوليد صحابي وفق القياسات في المذهب السني. لما يأتي مالك بن نويرة، لما يأتي خالد بن الوليد وهو قطع رأس مالك ووضعه تحت القدر ونزع على زوجته، ويأتي بذويه وأهله وعشيرته سبايا، ماذا فعل الخليفة؟ هل أرجع السبايا؟ لم يفعل ذلك، وبيعت نساء مالك، والتفتت زوجة مالك وقالت لعلي: إنما سبينا لأجلك يا علي، ليبتاعها يشتريها علي ويطلق حريتها. بالتالي هو ما وافق، نعم، ولكن أقر الفعل، ولكن أقر بالسبي، وهذا السبي الموجود في كتب إخواننا السنة أنتج لنا السبي في يعني في زماننا هذا، وما رأيناه بالأيزيد في العراق. صحيح، أحسنتم. هلا في أمور كما أشرتم من باب الواقعية والعودة إلى أرضية الواقع، أنا عندما أقف عند خالد بن الوليد، إن لم يكن هناك نقاش علمي من الأساس حول خالد وماذا فعل خالد وكيف تعدى، لأن هناك منطق تبريري، منهم من اعتبر ابن نويرة والله إنسان قد ارتد وهو كان موالا، وهي حركة الارتداد هذه مأساة تاريخية. على عنوان الارتداد برر الكثير للبعض، برر المسلمين للبعض الفتك بمن ارتد، ولكن للأسف كما أشرتم هناك شبهات اعتمدها القوم باعتبار أن الذي بقي على ولاية أمير المؤمنين وأعطى الزكاة أو لم يعطيها لأبي بكر ورفض إعطاؤها إلا لصاحبها، نعم اعتبر مرتدا. نعم، فعله خالد اليوم إذا نحن وضعنا أمام الجميع، جميع المسلمين سنة وشيعة، وقلنا أن خالد فعل كيت وكيت وكيت بشكل هادئ وبشكل علمي، هل ما فعله خالد صحيح؟ هل هذا هو الإسلام؟ هنا لذلك مولانا لابد من إيجاد آلية علمية فكرية. لا نستطيع أن نهاجم القوم وننهي الأمر أنه هاجمناهم وبينا، لا، لابد من إظهار هذه الحقائق. إذا أردنا الوحدة لابد من تفسير الروايات التي تكفر، ولماذا تكفر وعلى ماذا تكفر. أنا لذلك أقول الحل بالعودة إلى المنطق العلمي الحواري النقاشي. أما مع التكفيريين مع النواصب، نعم قد لا يكون هناك حل إلا بالمواجهة، وهذا دور أيضا كما نعلم أن صاحب العصر والزمان أبرز مهامه القضاء على هذه الشرذمة. أنا أقول شرذمة، هؤلاء لا يمثلون إلا نسبة قليلة جدا من المسلمين، إلا نسبة قليلة جدا من المسلمين. أما الشعوب الإسلامية فهي شعوب طيبة، شعوب تعيش الفطرة، شعوب أيضا تنتمي إلى أهل البيت ومحبة الرسول وأهل بيت الرسول. قل وندر، يعني نحن عندما نتحدث عن أتباع ابن تيمية، ابن ماجه، عن هذا الخط التكفيري، ابن عبد الوهاب، عن هذا الخط الذي نماه وزرعه الاستعمار، هذا خط استثنائي. ما أشرتم إليه كتب العامة، صحاح المسلمين، اليوم أصوات من داخل أهل السنة تقول أنه لا مقدس إلا القرآن. دعونا أن نزيل كشحا عن قضية أن الصحاح مقدسة ولا تناقش، اليوم كل شيء يناقش. لابد أن نستثمر هذه الحركة العلمية بلغة هادئة. مولانا نحن اليوم على السوشيال ميديا، على محطات التلفاز، نلحظ في نوعين من الدعاة. نوع يمثل الدعاة الذين يعتمدون المنطق العلمي والمنهج القويم لإثبات الرأي، مع الآخر يناقشون الآخر، يحاورون الآخر بكل مودة وكل رحمة، وتبني الآخر وقبول الآخر وإظهار الحقائق بكل موضوعية. وهناك منطق آخر أنتم ترونه جيدا، منطق فيه من الشتم ومن السباب ومن التهكم ومن الأخطاء ما يثير النعرات. هذا الذي أضع عليه استفهاما
كبيرا. أنا معك الذي أشرت إليه من قضايا تاريخية قد يؤسس عليها البعض، قد يؤسس عليها البعض بعض تصرفاتهم وتعميمها، هذا يجب التصدي له. ولكن كيف يكون التصدي له؟ هنا السؤال. يعني عندما نقول بالوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية لها آلياتها، لها منهجياتها. ما في يعني وحدة تعال نحن نختلط كل بعض نصير شخص واحد، ما بتزبط. نعم هناك آليات ومنهجيات منها، وأنا الذي أركز جيد. عليه سوف نأتي إلى آليات الوحدة سماحة الشيخ. وعندما نصل إلى هذا الحوار والنقاش الهادئ المبني على القواعد، صدقني الحق سينتصر. جيد. وسنفضح هؤلاء وأفعال هؤلاء. أنا ما أريد أن أقوله، أنا إذا وقفت أمام العالم السني بأكمله اليوم وقلت انتبهوا إلى كيسنجر ماذا يقول، أننا لا نستطيع أن نحكم هذه المنطقة إلا من خلال فتنة سنية شيعية ضروس، لذلك لا نكون نحن أودها ولا نكون نحن حطبها ولا نكون نحن نارها. من هنا ما تفضلت به، نعم مأساة كبيرة نحن نعاني. أنا لا أتحدث عن طوبوية ولا الجو الفردوسي، لا، نحن جميعنا لدغ بنار التكفيريين ونلدغ إلى اليوم وسنلدغ إلى غدا، إلى الغد، إلى قيام القائم. نعم هذا بلاء على الأمة. أنا قلت بالتأصيل التاريخي منذ كان هؤلاء الخوارج ومنذ أسس معاوية بن أبي سفيان من السقيفة وأسس تلك الفتنة وانتشرت في العالم الإسلامي، نحن ضحاياها، نحن من يحمل فكر الولاية. هذا فكر علي بن أبي طالب عندما يقول للجميع، عندما جاءوا وبايعوا عثمان ماذا قال؟ لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، والله لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين. صحيح أم لا؟ عندما جيد. سماحة الشيخ نقف خلينا نقف وإياك هذه النماذج لو تسمح شيخنا. هناك من ظهر ويدعي أنه من أهل العلم يقول بأن كل علماء الشيعة يكفرون السنة، كل علماء الشيعة يكفرون السنة، ما مدى صحة هذا القول؟ أولا هاتوا دليلكم إن كنتم صادقين. من قال؟ كيف لي أن أكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ كيف لي أن أكفر من أحل الزواج منه ومن أحل ميراثه وأن يدفن في مقابرنا؟ كيف أكفر من نطق بالشهادتين؟ كيف؟ على أي منوال؟ هل البعض يأتي ويقول أن من لا يوالي أمير المؤمنين؟ هذا يأتي من باب الدرجات، يأتي من باب المقامات، يأتي من باب العلو. حتى لدينا نحن في الروايات أن هناك أبواب، يعني لا يقول علماء الشيعة بتكفير السنة؟ من قال أننا نكفر بقية الأديان؟ سماحة الشيخ الذي يحاسب نحن علماء الشيعة لا يكفرون السنة؟ خلقهم يحاسب الخلق على المقدمات العلمية، يحاسب الخلق على أسس أنا لا أتحكم بها. من نحن لنكفر؟ أولا المنطق التكفيري ليس موجود عند أهل البيت، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق. سماحة الشيخ المنطق التكفيري اتفضل. يعني لا بكلمة واحدة، لا يوجد من علماء الشيعة من يكفر السنة من المتقدمين مولانا. من المتأخرين مولانا أنا لا أقول أن الأمر لا يخلو من عالم من هنا أو من هناك، من تأويل من هنا أو من هناك، من مغالطات من هنا أو من هناك. نحن اتفقنا على تكفير نواصب، ما نفرق النواصب شيء والسنة شيء آخر. ما هو الموضوع مولانا أن العناوين بدأت تضيع من بين أيدينا، ضبابية العناوين. شيخنا أنا دقيق، أنا لا أتحدث عن النواصب، أتحدث عن السنة. هل يوجد عالم مثلا السيد السيستاني، السيد الخوئي، السيد الإمام، السيد الولي، هل يوجد هناك من يكفر السنة؟ مولانا السيد السيستاني يقول في مقالة له، والله لو قتلوا نصف الشيعة لن أفتي بقتل سني واحد. لا يوجد لدينا أي مرجع من مراجعنا يحلل أو يكفر أي سني، لأن قضية التكفير قضية فيها هتك
كل الحرمات وللدماء، هاتم ما في دليل على ذلك، يستند كيف إلى بعض الروايات الموجودة في الحقائق وفي في الحدائق عفوا وفي بحار الأنوار. عفوا، يستند صاحب هذه المقولة على بعض الروايات الموجودة في الحدائق وفي كتاب بحار الأنوار للمجلسي رحمة الله عليه. رحمة الله عليهما. أولا، في بحار الأنوار هناك الكثير من الروايات التي تحتاج إلى تنقيح، وكثير من الروايات التي هي، لأن بحار الأنوار كما تعلمون هو كتاب جمع كل شيء، جمع السمين والرد، جمع الصحيح وجمع الغير صحيح. لذلك لا نستطيع أن نأتي إلى روايات قد يكون هناك بعض استفهامات على سندها وعلى دلالاتها، وأن نأتي ونعمم هذا الموضوع. لذلك لا يوجد رواية واضحة من روايات أهل البيت تكفر السنة وتكفر أهل الجماعة وترسلهم إلى جهنم، لا يوجد. نعم، هناك روايات تؤكد على ولاية أمير المؤمنين، وهناك روايات تؤكد على مقام هذه الولاية وعلو مقامات أصحاب هذه الولاية، كما قال رسول الله: يا علي، أنت وشيعتك على منابر من نور يوم القيامة. هذا لا يعني أن البقية إلى جهنم، لا يعني أن البقية يرحلون إلى جهنم. قد تكون مقامات الشيعة في عليين، أصحاب الولاية في عليين، هذا لا يبرر لنا أن نكفر الآخرين وأن نخرجهم من ملة. عندنا رواية: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. نعم، هذا الكفر، عندما نتحدث عن هذا الكفر هنا يأتي محل التأويل. كفر بماذا؟ بأي مقام؟ بأي معنى؟ أنه دلس شيء من الحقيقة. والسؤال الثاني: الذي تلاعب بهذه الدلالات، هون الشغل معه. عندما نقول كفر، يعني هلا أنا إذا لم أرى عليا الأول ورأيت عليا الرابع، كما يرون أهل السنة، مع أن معظم فضائل علي بن أبي طالب جاءت من أين؟ من كتاب مين؟ أليست كانت من كتاب أحمد بن حنبل؟ معظم فضائل علي بن أبي طالب أليس من كتاب أحمد بن حنبل؟ أكثر الناس تكفيرا للشيعة أليست من كتابه؟ نعم مولانا، لابد أن نقف عند هذه الروايات وأن ندرك معناها وأن نرى صحيحها من فاسدها. هذا لا يعني أنني إذا قلت أن علي خليفة كبقية الخلفاء يعني أنا ذهبت إلى النار. ولا يوجد أحد من علمائنا اليوم، اذهب إلى كل مراجعنا، اذهب إلى كل كتبهم واستفتاءاتهم، أتجد مرجعا يكفر سنيا ويدخله النار ويقول، لأنه عندما نكفر مولانا يعني نخرجهم من الملة. انتبه، التكفير له تبعات، له آثار، منها أننا لا نستطيع أن نزوجهم ولا نتزوج منهم، لا نورثهم ولا نرث منهم، لا يدفنون بمقابر المسلمين. ائتني بمرجع اليوم أو بالأمس أو في الماضي كفر السنة وقال لا يجوز الزواج منهم، أو لا يجوز الأكل من ذبيحتهم، أو جبني أنا بخدمتكم. لعله لأن المذهب الجعفري مذهب شيخي، المذهب الجعفري لم يعطى مساحة وسلطة، بينما المذهب السني أعطي مساحة وسلطة منذ الأزمان الأولى إلى يومنا هذا. لو تمكن الشيعة لعله لظهرت هذه الروايات ولكفر ولفعل ما فعل، لكن لأنه الشيعة قلة مستضعفة لا يمتلكون دولة ولا يمتلكون سلطة يطرح هذا الطرح. مولانا، اليوم لدينا دولة، اليوم نحن الشيعة لدينا دولة، هي الدولة التي أسسها الإمام الخميني روح الله الموسوي قدس سره. أنا أأتيك بمنهج تطبيقي. اليوم في إيران ألا يوجد سنة بل متشددين؟ ألا يوجد اليوم سنة بل أحيانا قد يكون بعضهم تكفيريين؟ من تعاطى معهم خطأ؟ من تعدى عليهم؟ ألا يسمح للسنة أن يعبدوا الله بطريقتهم وأن يذهبوا إلى المذهب الذي يريدونهم في خضم الدولة الشيعية؟ هل ضغط عليهم أحد؟ هل أرهبهم أحد؟
هل خرج أحد في الجمهورية وقال نحن الشيعة نكفر السنة ونريد أن نطردهم، أم هم جزء من أنفسنا؟ هؤلاء هم أخوتنا في الدين، وإن فرقتنا المذاهب وإن فرقتنا الآراء، ولكن لا بد من يد تشمل وتجمع الجميع. يا أخوان، نحن عندنا الكثير الكثير من موارد الاجتماع والوحدة. لدينا قرآن واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وكعبة واحدة ومستقبل واحد وموعود واحد، كلنا يسمو إلى ذلك. الواجب علينا اليوم يا أخنا الكريم أن نجتمع، أن نأتي بالأصوات المعتدلة من كل الأطراف، وأن نوسع كما قلت دائرة الاتفاق. نعم، ما أختلف مع الآخر لا يفسد من الود قضية. لغة التكفير يجب أن أحاربها أينما تكون، ونحن مذهب أهل البيت مذهب التسامح، مذهب المحبة. سماحة الشيخ، قد يكون ما يكون من الشيعة لسبب التقية، وأنت تعلم أن التقية عند الشيعة هي فريضة ولعلها من أهم الفرائض، واحدة من أهم الفرائض. لكن الواقع سماحة الشيخ، حتى عندما يقول مثلا، يصرح السيد السيستاني حفظه الله، يقول الشيعة أنفسنا، قد يؤول هذا الكلام إلى النفس الأمارة بالسوء، أو إلى النفس التي تحدثت عنها الآيات والروايات، قل وأعوذ بك من شر نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس التي تأمر بالفجور والتي تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر، قد يكون هذا المعنى هكذا يطرح. مناسبات الحديث، هذا المنهج، نحن مناسبات الحديث، مقدمات الحكمة، واضح عندما قال السيد السيستاني السنة هم أنفسنا، لم يقلها في معرض إلا وفيه دعوة إلى الوحدة. الذي أول السيد السيستاني بهذه الطريقة، أين برهانه؟ هو يدخل إلى الأنفس ويرى ما داخل القلوب، أم من يؤول بهذه الطريقة نضع عليه استفهاما كبيرا؟ كل من يخرج اليوم إلى المنبر ويدعو إلى التفرقة، مولانا هؤلاء، أما أيادي إسرائيل واليهود في العالم، نحن نعلم أن التكفيريين هم من ذيول اليهود في العالم منذ كانوا إلى يومنا هذا، هم دمى في يد اليهود ويد الصهيونية في العالم. صحيح، نحن نعلم جيدا هؤلاء من أين ولمن يعملون ولصالح من يعملون. يجب أن نفضح هؤلاء، والحمد لله بدأت القلوب تتفتح والعيون ترى والبصيرة بدأت تستنير في من هو على حق ومن هو على باطل. في معركة غزة العالم بأكمله يرى ويستغرب. أنا أسمع الكثير من الأصوات، ماذا يحمل هؤلاء الشيعة ليدافعوا عن سنة غزة؟ ونحن نعلم أن سنة غزة قد يكون متعصبين أكثر من غيرهم. ماذا يحمل هؤلاء؟ اليوم دفاع الشيعة، إن كانوا شيعة العراق وإن كانوا شيعة لبنان أو اليمن أو إن كانوا في الجمهورية الإسلامية، هؤلاء ماذا يحملهم للدفاع عن أهل غزة؟ هذا واقعا عنصر أساسي في فتح باب الجذب إلى الوحدة الإسلامية، لنصل إلى رواية رسول الله، إن المؤمنين إن المسلمين كالأعضاء في الجسد الواحد، إن اشتكى عضو تداعت له بقية الأعضاء. نحن يجب أن نقود هذه المسيرة. نحن مولانا عندما صرح أحدهم في لندن واتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، وكان يحتسي كوب الشاي، ماذا فعل هذا؟ ألم يقتل آلاف الأبرياء في كويتا ويفضح النساء تحت راية أن هؤلاء الكفرة يتهمون أم المؤمنين؟ لا، هو كان مقدمة سماحة الشيخ، من الواضح أنه كان مقدمة لما فعل في سبايكر. يعني عندما يقتل الضحايا في سبايكر، كان يطلق عليه النار ويقول ثارا لأمنا عائشة. وهذا المقطع كان قبل سبايكر تقريبا بمسافة سنة أو أكثر. أحسنتم مولانا،
لذلك عندما نرى القيامة التي أنعم الله بها كمرجعية السيد القائد يعتلي المنبر ويصرح تصريحا جريئا أنه لا يجوز التعدي على نساء الرسول، ولا يجوز السب والشتم، وأيضا التعدي على صحابة النبي، لماذا قال هذا؟ قد يتهم عند الكثير من الشيعة أنه انظر ماذا يفعل. لا مولانا، هذا القائد هو يريد أن يردم الهوة، أن يحفظ المسلمين، أن يقطع الطريق عمن يريد أن يفتن بين هؤلاء المسلمين، أن يحقق أمنية الصهاينة هي الحرب الطائفية الضروس. نحن شيعة أهل البيت، نحن من ننتمي إلى فكر علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما لم يلتزم المسلمون بوصية رسول الله جاءه أبو سفيان، أنت تعلم القضية، قال له مد يدك يا علي أبايعك والله لأملأن لك هذه البطحاء فرسانا وخيولا. ماذا قال له أمير المؤمنين؟ ماذا قال له؟ ألم يقل له والله ما أردت أنت بهذا إلا الفتنة؟ هذا علي بن أبي طالب عندما جاءه ملك الروم وقال له ضع يدك بيدي لنحارب معاوية، ماذا قال له؟ والله لو فعلها ابن الأصفر لوضعت يدي بيد معاوية. هذا المذهب، هذا المنهج الذي ننتهجه، هذا منهج أهل البيت مولانا، يجب أن نعممه بين الجميع. نحن اليوم، أنا قلت لك، نحن اليوم أمام مناسبة يوم القدس العالمي، دعوة المرجع الشيعي، دعوة الولي الشيعي ليوم القدس، واليوم العالم بأكمله السني يقدس ويرفع الرايات في هذا اليوم. مع مرور الأيام سنرى كيف أن رايات التكفير سيأفل وتأفل كل عناوينها، لأنها لا تمتلك لا الحجة ولا تمتلك التجربة الناجحة ولا تمتلك الوعي الكافي لتستطيع أن تسير شؤونها بين المسلمين. فضح أمرها وبانت جميع ترهاتها التي كانت تدسها في العقول. ولكن أنا أقول هناك واجب كبير جدا على علمائنا، على مفكرينا، بمد اليد إلى الآخر، بإظهار القواسم المشتركة، أن نأتي إلى الروايات المكفرة، الروايات التي تخرج الآخرين عن ذمة الإسلام، وأن ننسف هذه الروايات. علينا أن نقبل الجميع في الحديقة الإسلامية أخوة لنا، هذه منهجيتنا. لذلك رب العزة عندما يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم أو جاءهم البينات، مولانا هذه السماوية لنا، أمرنا الله بذلك. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم علينا أن نبذل، القضية ليست سهلة، القضية تحتاج إلى وعي، إلى بصيرة، تحتاج إلى ثقافة، إلى عمق، إلى حوار واع، حوار هادئ. هذا فقط من خلاله نصل. هل تعتقد سماحة الشيخ أن هذه الآليات كافية لإقامة الوحدة الإسلامية بين المسلمين؟ سماحة الشيخ، هل تعتقد أن هذه الآليات التي تحدثت بها جنابك هي كافية لإقامة الوحدة بين المسلمين؟ هي خطوة، انتبهوا، هي خطوة للوحدة. أنا قلت ردم الهوة، ولا نستطيع أن نصل إلى الوحدة التامة، هذا يحتاج إلى أمر سماوي، ولكن ردم الهوة أقل معيار، أن لا يكفر أحد، وأن نعطي الحرية. في الجمهورية الإسلامية مولانا اليهود لهم حرية في العبادة، لهم كنائسهم. للأسف في الكثير من الدول الإسلامية تمنع المسلمون أو المسلمين الشيعة من إقامة مساجد، ولكن في الكثير من الدول الإسلامية تسمح لهم. يعني أنا لا أريد أن أنظر دائما إلى النصف الفارغ من الكوب، علينا أن ننظر إلى النصف الملآن من الكوب. يعني بالأمس في دولة الإمارات آذان الشيعة لأول مرة يعلو في السماء، أشهد أن عليا بالحق ولي الله، هذه لأول مرة، أنا قرأت أنها أول مرة يعلو الآذان. يعني بدأت الكثير من الدول
بأن نسير على سنة التسامح، ولكل مذهبه ولكل رأيه، فلنعبد الله كيفما نريد، ونحن مسؤولون. من يكفر من؟ من سمح لي أن أدخل فلان إلى النار وفلان إلى الجنة؟ هل عينني الله بهذا المكان؟ كيف أنا أجزم على ربي بذلك؟ لابد من نشر هذا الفكر، لابد من قبول الآخر، لابد من إلغاء الكثير من الإشاعات. هناك إشاعات كبيرة مولانا، حتى لدينا في العالم الشيعي، من نعترف أن الكثير من الشيعة لا يميزون بين السنة وبين النواصب، بين السنة وبين التكفيريين، بين السنة والوهابيين. معركتنا مع الوهابية، إن كانت القديمة أو الوهابية الجديدة، هذه معركتنا الحقيقية مع من يسدد الفكر التكفيري في العالم، وهي الوهابية العالمية. ونحن نعلم جيدا من يمون وما هي فوائدها وإلى أين تذهب هذه الوهابية، وكيف هي ضد كل وحدة إن كانت على المستوى إن كان المستوى القومي أو المستوى الديني أو إلى ما. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسر وبعض الفضائيات تتبنى الخطاب الطائفي وتتبنى الخطاب الذي يحث على الطائفية بشكل غير مباشر. أنتم مولانا، أنا بسأل سؤال، من الممول لهذه الفضائيات؟ اذهب وانظر، فقط الوهابيون الممولون، ومن خلفهم بريطانيا التي زرعتهم، ومن خلفهم بريطانيا التي زرعتهم. يجب أن نبين للشعوب الإسلامية حقيقة هؤلاء. أنا أركز على هذه النقطة دائما، أننا يجب أن نبين أن الحرب مع الوهابيين هم خارج إطار الفكر الإسلامي الوحدوي، وهم الذين يرفضون الآخر على كل مذاهبهم. أولا، الوهابيون عندما حكموا عدن ماذا فعلوا؟ ألم يقتلوا الشوافع في عدن؟ الوهابيون أولا يكفرون بقية المذاهب أم لا؟ اذهبوا وانظروا أنهم لا يكفرون فقط الشيعة بل بقية المذاهب. لذلك علينا أن نجعل الصراع، إن كان هناك صراع بين كل المسلمين من جهة سنة وشيعة وبين هؤلاء الوهابيين، بهذه المنهجية نستطيع أن نقطع دابر الفتنة. لأن كل التكفيريين نعلم من أين مشاربهم وكيف يستطيعون أن يسيطروا بأي أفكار. وهون مولانا، نعم سماحة الشيخ، الأفكار موجودة، الأفكار موجودة، والكتب ملأة، والتأريخ الإسلامي مليء. هذا من الكتب ملأة والتاريخ الإسلامي مليء. هو مثلا على سبيل المثال، هو يقدس سين من الشخصيات، دعنا نأخذ مثلا أم المؤمنين عائشة مثالا، هو يقدس أم المؤمنين عائشة، ويظهر وتظهر بعض الأسر العلمية أو تدعي العلم لتعلن أن ما هو الموقف الصريح من أم المؤمنين، حرب الجمل، موقفها من علي عليه السلام، ويبدأ بالسب والشتم. هو يتعكز على هذه، وهذه موجودة حقيقة تاريخية لا يمكن غض البصر عنها. مولانا، سؤال أنا أطرحه الآن، أنا أستطيع أن أقدم لمعركة الجمل تقديما تاريخيا واضحا علميا، أسبابه، من قاده، لماذا اشتعلت هذه المعركة. وعندما أتحدث عن عائشة أستطيع أن كما قلت، أم المؤمنين عائشة خرجت على علي وحاربته لسبب واحد واثنين وثلاثة، وأظهر كيف أن أمير المؤمنين، شوف مصادر الوحدة وين، كيف أن عليا حافظ على عائشة، وكيف أنه أرسل معها الفرسان الملثمين، وظهر في نهاية الأمر أنهم من النساء، وكيف أنه لم يخاطبها أثناء المعركة إلا بأم المؤمنين، حفاظا لكرامة رسول الله. هل خاطبها بأم المؤمنين؟ سمحت شيخ، وين كان وقت الحلقة انتهى؟ أنا بحثت عن هذه الرواية ولم أجدها. أي رواية؟ أن أمير المؤمنين قال لها يا أماه. لا، لم يقل لها يا أماه، بل نعتها بأم المؤمنين، لم ينصب، بل نعتها وهي تقول أنا أم المؤمنين دون المؤمنات لحرمة المناكح. أولا، حتى أم المؤمنين هي مش وصف تألقي، هذا وصف فقهي،
لأن زوجة الرسول تبقى على ذمته بعد موته، فيحرم الزواج منها. من هذا الباب تسمى بأم المؤمنين. ولكن ائتني بموقف لأمير المؤمنين في يوم الجمل واقعا أساء فيه لعائشة، ائتني بموقف. هذا بعد لوعي علي بن أبي طالب أنه لا يريد فتنة، ولكن عندما وجد ذاك الجمل سيصنع فتنة وسيقدس، ماذا فعل به؟ ألم يحرق هذا الجمال؟ مولانا، أنا نفس الحادثة التاريخية إن استطعت أن أظاهرها بقالبها العلمي المنطقي التاريخي الصحيح وأن أبين الحقائق، صدقوني قد تنقلب الكثير من العقول والمفاهيم. ولكن إذا ظهر البعض على المنبر وبدأ بشتم عائشة واتهامها بالفحشاء واتهامها بكيت وكيت وكيت دون أي نقاش علمي منهجي، هذا إلى أين يرسلنا؟ نعم. هذا الوعي. نعم. هنا مراجعنا الكرام، هنا الحوزات العلمية، هنا مفكرو الشيعة الذين يريدون الحق دون، انتبه هون، دون دواعش الشيعة الذين يعيشون على أموال السفارات، متاجرين بدماء الإمام الحسين، متاجرين بالأئمة إماما لإحداث الفتنة. غايتهم الفتنة فقط، غايتهم الفتنة فقط وتنفيذ السياسات الخارجية. مولانا، هذا لابد أن نتنبه منه وأن نبين الدواعش في كلا الطرفين وأن نقوي الساحة الوسطى. يعني نحن مثلا، نعم، بعد فترة عندنا لقاء مع الأخوة السادة، نعم، العلماء من أهل السنة في لبنان، نعم، لقاء وحدوي في يوم القدس، نجتمع جميعا في مكان واحد وجميعنا في رأي واحد يحترم الآخر ونصلي في صف واحد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ محمد حشوش، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا، شكرا لما قدمت في هذه الحلقة. كذلك أحبتي شكري وامتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة، أمل أن تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم ورضاكم. في أمان الله وحفظه.